مثل نيوز جريدة إلكترونية تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. بسم الله الرحمن الرحيم. بصفتي عضو المجلس الجهوي لهيئة المفوضين القضائيين دائرة محكمة سنة الرباط والمنسق المحلي للمفوضين على مستوى دائرة بشتاء الخميسات، حقيقة فوجئنا بهذا الحادث الذي نستنكره سواء كزملاء مع الأستاذ حميد أملان كمجلس، اللي لن نتوارى ولو دقيقة في أننا غادي نتابعوا هاد الحدث الأليم متابعة دقيقة ويومية حتى نعرفوا فين غتمشي الأمور. وهنا نسجل بكل فخر واعتزاز تضامن لا مشروط من جميع الفاعلين على مستوى أسرة القضاء اللي تضمنت معنا، بداية من المسؤولين القضائيين سيد رئيس المحكمة الخميسات وسيد وكيل الملك اللي بداو تضامنهم وانزعاجهم وتأثروا كثيرا، خاصة أن الزميل ديالنا السيد حميد أملان معروف بطيبة الأخلاق ديالو وبالمرونة ديالو في التعامل وأنه كان كيأدي الواجب ديالو في نهاية المطاف. وهنا كنستنكروا هو التقصير من قبل الدرك الملكي اللي كان في إطار كان كيأزر المفوض القضاء أثناء الأداء المهام ديالو تنفيذ هذا الحكم القضائي، اللي أبان عن نوع من التقصير لأن المفترض فيه أنه يكون يحمي المفوض القضائي، إلا أننا كنلقاو بأنه ما حماش نهاية المطاف، حنا في التفاصيل والحيتيات، لأن ما قامش بالدور ديالو كما ينبغي، وهذا الموضوع حضرناه مع السيد وكيل الملك الذي لا يبخل علينا ولو أي شكل من أشكال المساعدة جميع المراحل اللي كنقوموا بها في عملية التنفيذ صراحة ومدى التأثر ديالو، وعدنا أنه غادي نكون لقاء مع مسؤولي ديال الضبطة القضائية على أساس نتناول هذا الموضوع باش نتلافوه مرة أخرى ما يحاولش يحدث مرة أخرى. وفي الأخير كنشكر جزيلا لقناة ويزلام نيوز اللي طبعا كما عهدناها دائما في الحداث ودائما كتساند وكتضامن مع مثل هذه القضايا كتنصرها، وكنشكرها جزيلا وشكرا والسلام عليكم. صورة ويزلام نيوز جريدة إلكترونية شاملة. ويزلام نيوز دائما قريبة من الحدث، أخبار محلية وطنية ودولية، قضايا سياسية واجتماعية، رياضة، ثقافة وفنون. ويزلام نيوز تغطية شاملة لجميع تظاهراتكم. تابعونا على الموقع www.wizlamnews.com.